بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. النهارده بناخد المحاضره الخامسه في الكورس الخامس اللي مستمرين فيه، بنتكلم عن نقاط الخلاف بين الارثوذكس والخلقدونيين. في المحاضرات الأربعة اللي فاتت خدنا نقط خلاف رئيسية بيننا وبين الكنائس الخلقدونية. أول محاضرة كانت عن إيه؟ المصطلحات، فخدنا المصطلحات بحسب تعريفات الآباء. في المحاضرة الثانية خدنا الخلقدونيين والتلاعب وتطوير المصطلحات لمحاولة توفيقها مع عقيدة خلقدونيا. المحاضرة الثالثة خدنا التعبير المشهور الآبائي، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد وطبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة، وخدنا تفسيرها حسب تفسير الآباء ليها والتفسير الخلقدوني لهذا التعبير ايه. ودي كانت نقطة مهمة قوي، لأن لفظياً بنستخدم نفس اللفظ لكن في التفسير والمعنى بنختلف. عكس احيانا البعض يقول ان الخلاف بيننا خلافات لفظية، بالعكس ده احيانا الالفاظ واحدة لكن المعاني مختلفة. المحاضرة اللي فاتت اتنقلنا النقطة تاني، يبقى أول حاجة المصطلحات وخدت محاضرتين، تعبير طبيعة واحدة. في مصطلح آخر للقديس كيرلس الاتحاد الطبيعي، وهم برضو يقولوا اتحاد طبيعي لكن تفسيره مختلف، لسه ما خدناهوش هم بيقولوا ايه. لكن خدنا المرة اللي فاتت الاتحاد الطبيعي حسب المفهوم الأرثوذكسي. النهاردة نقطة في غاية الأهمية، الاتحاد الأقنومي حسب المفهوم الأرثوذكسي. احنا عندنا كل تعبير له مفهوم، لما هناخد في المرات اللي جاية الخلقدونيين بيدمجوا الاتنين مع بعض او بيعتبروهم مترادفان، يعتبروا ان التعبيرين مترادفين. طبعا حتى وهم مترادفين برضو التفسير ايه بيختلف عن تفسيرنا. اتكلمنا بشيء من التركيز عن الاتحاد الطبيعي. النهاردة بنعمة الله نكمل حديثنا عن الاتحاد الأقنومي. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تعبير القديس كيرلس الاتحاد الطبيعي، وعرفنا ورأينا ببساطة انه يعبر عن اتحاد الطبيعة اللاهوتية بالطبيعة الناسوتية. اتحاد طبيعي يعني اتحاد بين طبعتين، مش محتاج لا فزلكة ولا فلسفة ولا تأويل، تعبير مباشر وواضح وصريح. وينتج عن هذا الاتحاد طبيعة واحدة مركبة هي طبيعة الإله المتجسد باتحاد الطبيعة اللاهوتية بالطبيعة الناسوتية. من خلال الاتحاد الطبيعي
لابد الاتحاد يكون له نتيجة. ايه نتيجة الاتحاد ده؟ ان بقى في طبيعة واحدة هي طبيعة الاله المتجسد تجمع كل خصائص كلتا الطبيعتين، وتظل هذه الخصائص باقية لم تفنى ولم تتلاشى ولم تتحول ولم تتغير ولم تمتزج ولم تختلط، بقيت الخصائص باقية كما هي في الطبيعة الواحدة. وطبعا التشبيهات المشهورة اللي استخدمها أبائنا زي قطعة الفحم المتوهجة أو الحديد المتوهج بالنار، فتشمل كل خصائص الحديد وكل خصائص النار في آن واحد. لا الفحم اتغير ولا النار اتغيرت، لكن باتحادهم صاروا حاجة واحدة تجمع الخصائص كلها مع بعض. في تعبير آخر زي ما احنا عارفين استخدمه البابا كيرلس هو الاتحاد الأقنومي، واحنا عرفنا ان الأقنوم بحسب تعريف الآباء هو طبيعة خاصة وليس طبيعة عمومية أو عامة. يعني احنا بكلنا بنقول البشر كلهم لينا طبيعة واحدة، الطبيعة البشرية دي على العموم، لكن كل واحد فينا طالما تفرد له الطبيعة البشرية متفردة أو مخصصة. الطبيعة المخصصة دهيت هي الأقنوم بحسب تعريف الآباء. واتحاد اللاهوت بالناسوت قلنا فيه اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. فالطبيعة اللاهوتية فيها الثالوث القدوس، فيها ثلاث أقانيم أو لها ثلاث أقانيم. طبعا الطبيعة البشرية تشمل كم أقنوم؟ كم أقنوم؟ حد يقول؟ بعدد البشر كلهم، بعدد البشر. طيب في اتحاد اللاهوت بالناسوت هل اتحدت الأقانيم الثلاثة، الطبيعة اللاهوتية بالأقانيم الثلاثة بالطبيعة البشرية العمومية يعني بكل البشر، ولا كان في اتحاد أقنومي أيضا؟ أقنوم الكلمة أو الطبيعة اللاهوتية بأقنوم الكلمة اتحدت بالطبيعة البشرية، ولكن مش بالطبيعة العامة، بطبيعة لها فرديتها، بطبيعة خاصة لها أقنوميتها. عشان كده بنقول والكلمة صار جسدا، ما نقولش الآب صار جسدا. فأقنوم الكلمة بطبيعته اللاهوتية اتحد مع طبيعة بشرية خاصة لها فرديتها أي لها أقنوميتها، وليس مع الطبيعة البشرية العامة التي تشمل كل البشر. هذه الطبيعة البشرية الخاصة لم يكن لها وجود سابق قبل الاتحاد، لكنها وجدت
طبيعيا وأقنوميا في الاتحاد، ومن ثم صار هناك اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي في نفس اللحظة، نتج عنها أقنوم واحد، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. وكما قال الآباء أنه صار طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين. والحتة دي بنأكد عليها قوي، أن الطبيعة البشرية ما كانش لها طبيعيا وأقنوميا وجود مستقل ولا لحظة من الزمن، ولكن منذ اللحظة الأولى للاتحاد كان الاتحاد بطبيعة لها فرديتها، لها أقنوميتها. وده اللي أكده البابا كيرلس الكبير في بنوده الاثناشر، ولا سيما البند الثالث. يقول ايه البابا كيرلس في البند الثالث؟ من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد الى اقنومين وطابقهما، بيتكلم على ايه؟ على الاقنومين. يعني بيقول من فرق من بعد الاتحاد، ان هما اتحدوا، المسيح الواحد الى اقنومين، يبقى الاتحاد هنا الاتحاد يشمل خاص بمين؟ بالاقنومين. وطابقهما في بعضهما بالمصاحبة فقط، أم بالعظمة، أم بالقدرة، أم بالسلطان، ولم يحسن توحيدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. يعني الاتحاد داخلي. وهنا في هتلاحظوا حاجة، البابا كيرلس يبرهن على الاتحاد الأقنومي بالاتحاد الطبيعي، ويبرهن على الاتحاد الطبيعي بالاتحاد الأقنومي، لأن متزامنين. في كتاب نفح العبير ردا على شرح البشير للإغومينوس فيلوساوس إبراهيم يقول ايه؟ خلي بالكو انا مش هتكلم كتير، كل الكلام اللي هقوله أقوال آباء، مش هقول حاجة من عندي خالص. أول حاجة جبناها مين؟ البابا كيرلس. الآباء كلها هنشوف فهموا إزاي البابا كيرلس وبيرددوا كلامه بكل دقة ووضوح وبساطة أيضا. فبيقول فبأي حجة يكون أقنوم مولانا الواحد وإن تركب من أقنومين، أي من جوهر الكلمة الخاص بطبيعته الإلهية وجوهر الناسوت الخاص. الناسوت الخاص يعني إيه؟ الأقنومية يعني، وجوهر الناسوت الخاص بطبيعته البشرية، فليس زانك الأقنومان بموجودين منفصلين مستقلين بطبيعتهما مجردين عن الاتحاد الذاتي، ولا مفقودين من الوجود، إذ أنهما متوحدان بذلك الاتحاد الحقيقي الذاتي البليغ. وبما أن هذا الاتحاد الرفيع كما تقرر معنا الشرح ناج ومنزه عن كل تغير وتفاسد،
فأقنوم مولانا ليس بثالث ولا أجنبي عن اللاهوت والناسوت، بل هو أقنوم الإله المتأنس بالكمال. هنقتبس من أقوال أباء قدامى قوي وفي العصور الوسطى، يعني على مر العصور حتى العصور الحديثة لأوائل القرن العشرين. في القديس الأنبا يوساب الأبح يقول إيه؟ اتحد أقنوم الإله بأقنوم الإنسان، اتحد اتحادا طبيعيا، لأنه حيث اتحد الأقنوم بالأقنوم اتحد الجوهر بالجوهر. نعترف بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، مثلما قال الأب الكبير أنبا كيرلس. وقد بيّن لنا أيضا معنى الاتحاد في الحرم الثالث. خلي بالكم الآباء استخدموا الحرم الثالث كتير قوي، لأن التعبير فيه عن الاتحاد الأقنومي واضح، حيث قال من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين وطبق بعضهما ببعض بالصحابة فقط أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان وليس يتحدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. هناخد قول آخر للأنبا يوساب الأبح، بيقول إنه حيث توجد طبيعة عمومية فهناك أقانيم شتى. لما بنقول الطبيعة البشرية بصفة عامة فبالتالي أقانيم كتيرة قوي. إنه حيث توجد طبيعة عمومية فهناك أقانيم شتى، وإذا كان هناك طبيعة خصوصية فثم أقنوم واحد، وكلمة الله الأزلي أخذ طبيعة خصوصية من طبيعتنا ووحدها بطبيعته الإلهية، فقد اتحد الأقنوم بالأقنوم والطبيعة بالطبيعة وصار أقنوم واحد ومسيح واحد، أقنوم من أقنومين وطبيعة من طبيعتين. في برضو للأنبا يوساب الأبح، وطبعا عارفين سيرته وشهرته بالمعرفة والعلم والتقوى، بيقول إيه؟ لأنه حيث اتحد الأقنوم بالأقنوم والطبيعة بالطبيعة بل والأزلي بالزمني، فقد صار الزمني أزلي والأزلي زمني من جهة الاتحاد. برضو قول آخر للأنبا يوساب الأبح يقول أما نحن فإننا مقرين ومعتقدين في المسيح أنه طبيعة واحدة من طبيعتين وأقنوم واحد من أقنومين وجوهر واحد من جوهرين. في قول من كتاب للأنبا إيسيدوروس العلامة المشهور صاحب كتاب الخريدة النفيسة وكثير من المؤلفات، فبيسأل بيقول فالمسيح إذن واحد أم اثنان؟ في كتاب البينات الواقية والبراهين الصاقبة، الكتب ديت بتاعته نفح العبير والبينات ليها حكاية حكيتها لكم قبل كده، ممكن في الآخر
هقول لكم قصة تأليف الكتب ده هي جت ازاي، بس بعد ما نخلص. بيقول ان المسيح واحد من اثنين، جوهر من جوهرين، اقنوم من اقنومين، طبيعة من طبيعتين، اله متأنس. شوفوا التعبيرات واضحة وبسيطة ومباشرة خالص. برضو في موضع آخر لنفس المرجع يقول إيه، كما وأن كيرلس البطريرك مطرقة الهراطقة وعمود الدين، لم ينكر أقنومية المسيح من جهة الناسوت قائلا، من فرق من بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنومين وطبقهما في بعضهما بعض بالمصاحبة فقط أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان وليس بأحسن، يوحدهما، وكاتب انظر يعني انتبه، يوحدهما بوحدانية طبيعية فليكن محروما. انظر الاثني عشر حرما التي لكورولوس مدرجة بكتاب أعمال مجمع خلق دنيا المطبوع بمطبعة روميا بيد الكاثوليك. فمن هنا يتضح أن المسيح من أقنومين وبالاتحاد الطبيعي صار واحدا، فكذلك المسيح من طبيعتين وبالاتحاد الطبيعي صارتا واحدة، وإن أنكر الثاني فينكر الأول وبالعكس. من نفس المرجع في موقع آخر يقولنا فيما مر سابقا أن المسيح جوهر من جوهرين، وبالتالي فأقنوم من أقنومين، كما شهد كيرلس في الحرم الثالث لنسطور، وأيضا في موضع آخر من نفس المرجع يقول فيكون أقنوم المسيح واحدا أي جوهرا بخاصة مركبا من أقنومين أي جوهرين بخاصتين. على فكرة لو ما راجع كتير أخرى ما بنجيبش كل حاجة، في له كتاب تاني اسمه النذير ردا على البشير، المطالب النظرية وتنوير الأذهان، يعني له عدة مراجع وكلها نفس الفكر ثابت في المراجع كلها. في موضع آخر يقول قد يكفي ما تقدم لاقتناع المؤمن واعترافه بوحدانية الابن المتجسد، غير أننا نريد برهانا نقليا شهادة مسلم بصدقها من قول كيرلس البطريرك، وهي أن أقوال هذا الأب الكريم المجاهد على الأمانة جهادا بليغا قد لا تحتاج إلى تفسير بل واضحة ساطعة المعنى. وهذا الأمر دونه في حرمه الثالث والخامس، أي ذكر الطبيعة والأقنوم، فعندما ذكر الطبائع شبه اتحادها بالاتحاد الأقنومي كقوله الذي كالاتحاد الأقنومي، اشترك معنا في اللحم والدم لكون الكلمة صار جسدا، ولما ذكر الأقانيم شبه اتحادها بالاتحاد الطبيعي كقوله ولم يحسن اتحادهما أي الأقنومين بوحدانية طبيعية. فهنا ملحوظ فلنتأمل له، وهو إن كان قول كيرلس الصابئ يدل على طبيعتين وشبه اتحاد الأقانيم بالاتحاد الطبيعي يعني بذلك طبيعتين، ف
فيكون الأقنومان اثنين لمناسبة اتحادهما بالاتحاد الطبيعي المقصود به طبيعتان. وعلى ذلك يكون قوله اتحاد أقنومي يدل على أقنومين، وشبه اتحاد الطبائع بالاتحاد الأقنومي المقصود به أقنومان، فيكون الطبيعتان اثنتين لمناسبة اتحادهما بالاتحاد الأقنومي المقصود به أقنومان. وإن كان قول كيرلس اتحاد طبيعي يدل على طبيعة واحدة، وشبه اتحاد الأقانيم بالاتحاد الطبيعي المقصود به طبيعة واحدة لتكون الأقانيم واحدة لمناسبة اتحاد بالاتحاد الطبيعي المقصود به طبيعة واحدة، فيكون قوله الاتحاد الأقنومي يدل على أقنوم واحد، وشبه اتحاد الطبائع بالاتحاد الأقنومي المقصود به أقنوم واحد لتكون الطبائع واحدة لمناسبة اتحادها الاتحاد الأقنومي المقصود به أقنوم واحد. والنتيجة من قول هذا الأب إن كان المسيح طبيعتين فيكون أقنومين، وإن كان طبيعة واحدة فيكون أقنوما واحدا، وكفى به دليلا. ده أسلوب الآباء يعني في العصر كان كده يعني. برضو في نفس المرجع في موضع آخر، وكما شهد كيرلس في حرمه الثالث لنسطور وبروكلوس بطريرك القسطنطينية الذي قال إن المسيح أقنوم واحد من أقنومين وغير ذلك. في كتاب بتاع مجلد علم اللاهوت لأبونا ميخائيل مينا بيقول إيه؟ هل يجوز أن يقال عن السيد المسيح أن له أقنومين إلهي وبشري بعد الاتحاد؟ بيقول كلا، لأن هذا اعتقاد نسطور الكافر الذي كان يرى في المسيح أقنومين، الواحد إلهي والثاني إنساني وهو المسيح، ويعتقد أنها كان على سبيل المصاحبة وليس على سبيل الاتحاد. أما نحن وإن كنا نقول أن له أقنوما بشريا، غير أننا لا نقصد بذلك أن الناسوت كان مستقلا بأقنوميته وشخصيته لمحة من الزمن أو طرفة عين عن الاتحاد، بل نقصد بقولنا هذا أن الناسوت الشريف كان جوهرا قائما بذاته لا عرضا محمولا على غيره، خاصا مفردا لعاما، تاما كاملا لناقصا. فالأقنومان ليس بمفصلين مستقلين بطبيعتهما مجردين عن الاتحاد الذاتي، ولا بمفقودين من الوجود، بل إنهما اتحد وصار أقنوما واحدا متحدا، هو أقنوم الإله المتأنس بالكمال. وباتحاد الأقنوم الإلهي بالأقنوم البشري اتحادا جوهريا حصلت الطبيعة الناسوتية على ما لم تكن حاصلة عليه من قبل، وأصبحت أفعالها إلهية غير متناهية، ودعيت بحصر اللفظ أفعال ابن الله نفسه. في كتاب برضو الخريدة النفيسة يكرر يقول إن المسيح واحد من اثنين، أقنوم من أقنومين. أبونا فيليساوس في مخطوط له اسم حسن الاعتقاد في سر الاتحاد إلى المسيح ربنا طبع واحد وأقنوم واحد. في مخطوط كتبه أبونا فيليساوس إبراهيم اسم حسن الاعتقاد، جاب فيه كمان أقوال من الأباء قدامى. بيقول قال الشيخ أبو إسحاق بن العسال في كتابه أصول الدين في الباب 20، الاتحاد هو أنه صار في الاثنين واحد، فاتحاد الإله بالإنسانية في المسيح هو من أقنوم الكلمة وأقنوم الإنسان، فتقوم منهما المسيح. اعتقادنا الأرثوذكسي بأن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد. في كتاب الحاوي لابن المكين بيقال العالم المكين الفاضل الأب جرجس المتوحد أخو الأسعد
كاتب الجيوش المنصورة بمصر في كتابه الحاوي. تسمعوا عن الكتب ديت؟ في مقدمته الشهيرة أن اسم يسوع المسيح تعالى يتضمن أقنوما واحدا من أقنومين، أزلي قديم وزمني محدث، وهو واحد من اثنين، جوهر من جوهرين، حقيقة من حقيقتين. في مرجع آخر جايب قول للعلامة الفيلسوف القس بطرس السدمنتي في كتابه التصحيح، طبعا المخطوط ده موجود بس أنا جبت القول ده من اقتباس اقتبسه أبونا أرمانيوس البراماوي، كان عامل كتاب عن البابا ديسكورس بطل الأرثوذكسية العظيم، وكان قدم له المتنيح الأنبا غريغوريوس، عمل مقدمة قيمة للكتاب. فمكتوب فيه: قال العلامة الفيلسوف القس بطرس السدمنتي في كتابه التصحيح: واعلم أن ظاهر مقالة القائلين بالمشيئتين بعد الاتحاد يظهر منها بأنهم لا يقرون بالاتحاد في شيء أصلا، لأنهم يقولون مشيئتين وفعلين وأقنوم لا متقوم من أقنومين، بل أقنوم اللاهوت خاصة. ده بيقول على الخلقدونيين يعني، على رأي بعضهم، وعلى ذلك فلم يقولوا بالاتحاد أصلا. وأعجب من هذا قولهم بطبيعتين بعد الاتحاد، فيقرون بالاتحاد لفظا وينكرونه معنى. ليه يعني؟ لما بيقول قالوا طبيعتين، طب هو قبل الاتحاد كانوا ايه؟ طبيعتين. طب بعد الاتحاد ايه؟ طبيعتين. طب قالوا أقنوم واحد ولغوا أقنوم الناسوت خالص، فيبقى أصلا ما فيش اتحاد أقنومي. يعني الاتحاد الطبيعي نتج عنه طبيعة واحدة، ولا الاتحاد الأقنومي يعني ما بالعكس. في كتاب كان كتبه بطرك واتنا السريان البطريرك الراحل ماري أغناطيوس يعقوب الثالث، أب معاصر يعني، احنا شفناه طبعا في مناسبات جليلة، كان حضر في مصر كذا مرة، آخرها يمكن كان في تجليس البابا شنودة الثالث وقال كلمة بليغة. فعمل كتاب كان عامله قديم اسمه تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية، فبيقول المسيح الواحد المركب طبيعة واحدة مركبة وأقنوما واحدا مركبا. أما قوله إن القائلين بالامتزاج وبطبيعة واحدة للناسوت واللاهوت وبتألم الطبيعة الإلهية إلى آخر، فيريد به النيل من القديس كيرلس الإسكندري سيرا مع الهوى كنصور وأشياعه الذين اتهموه بهذا، إذ لم يمالئهم في تقسيم المسيح إلى طبيعتين، بينما لم يقل بهذا لا كيرلس ولا ديسكوروس ولا أحد من الأرثوذكسيين، لكنهم إنما يقولون بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، أو بأن للمسيح الواحد المركب طبيعة واحدة مركبة وأقنوما واحدا مركبا. مركبا يعني إيه؟ من اتنين. ويقول أيضا في موضع آخر في نفس المرجع:
اعتقدت الكنيسة بطبيعة واحدة من طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد، بعد الاتحاد العجيب بدون اختلاط أو امتزاج أو استحالة، وبأقنوم واحد مركب من أقنومين. في كتاب منارة الأقداس مخطوط، يعني رجعت له في مخطوطات دير الأنبا بشوي، يقول فإنه يكون أقنوما واحدا وكيانا واحدا متقوما من أقنومين وكيانين، فيجب أن نتعقل ذلك. الموضوع كبير طبعا، لكن احنا بنحاول نبسطه، بنعرض الفكرة وبنجيب البراهين بأقوال متنوعة، الآباء متنوعين على مستوى الزمان والمكان. في كتاب اسمه الخريستولوجية الأرثوذكسية، عمله أحد الآباء الأرثوذكس المنتمين لكنيستنا والمنضمين ليها، بيقول بالنسبة لساويرس ينطبق تعبير أقنوم على جسد المسيح، هو جايب على لسان القديس ساويرس، يعني بيقول ينطبق تعبير أقنوم على جسد المسيح الذي يمتلك نفسا أي إنسانيته الكاملة، بحيث أنه يمكنه أن يتحدث عن كون التجسد هو اتحاد أقنومين، وبالطبع هذا المفهوم هو مركز فكره الكريستولوجي، وتصف هذه الفكرة ما يعنيه بالنسبة لله الكلمة أن يصبح جسدا ويسكن بيننا. في طبعا الادعاء الخاص بالمصطلحات اللي ادعوا بيه على البابا كيرلس، ان هو بيستخدم المصطلحات كمترادفات، فلما نيجي مثلا نقول ده قال الأقنومين هو اتحاد أقنومين، قال لا ده يقصد الطبيعتين. طب ده قال طبيعة واحدة، لا ده يقصد أقنوم ايه واحد. فبنا فيليساوس إبراهيم جاب كذا ترجمة من مصادر خلقدونية يترجموا فيها أقوال القديس كورولوس، الهيبوستاسيس أقنوم، الطبيعة طبيعة، ويترجموا يعني يقروا ان المصطلحات ان كان يقصد هنا أقنوم وكان يقصد هنا ايه طبيعة. فبنقول الجدير بالملاحظة ان بعض المراجع الخلقدونية القديمة ذكرت مصطلحات القديس كورولوس بالنسبة للطبيعة والأقنوم كما قصدها تماما، يعني في مراجع قديمة قالوا بالفعل اللي القديس كورولوس قاله وبحسب ما يقصده بالضبط بدون تأويل كما يحدث في بعض في المراجع الحديثة. وقد أورد الإيغومانوس فيليساوس إبراهيم عدد من الأمثلة تم فيها ترجمة كلمة إبوستاسيس يعني هيبوستاسيس بلفظ أقنوم وليس طبيعة. فلما جم عملوا كتاب في القرن ال17، الكتاب ده موجود اتكلموا عنه في السنخسار، اسمه مضمون المجمع الخلقدوني، مترجم من اللاتينية بمعرفة القس فرانسيس ماريا الراهب من رهبنة القديس فرانسيس الشاروبيمي، ومطبوع بإذن الرؤساء بمدينة روميا. في الباب 26 منه جايب الحرم الثالث بتاع القديس كورولوس، شوفوا قال ايه: انفصل احد المسيح الواحد بعد الاتحاد الى اقنومين وجمعهما واحد الشرف والسلطان فقط لا بحسب الاتحاد الطبيعي فليكن محروما. ودي ترجمة سليمة.
هتلاقوها في بعض الترجمات الأخرى بدل ما يقولوا الأقنومين يقولوا الطبيعتين. في ترجمات أخرى حديثة ممكن لما تيجوا تقروا البند الثالث للقديس كورولوس تلاقوا مترجم بطريقة مختلفة. وفي مرجع آخر برضو جايبين نفس القول: من فرق بعد الاتحاد المسيح واحد إلى أقنومين وطبقهما في بعضهما بعض بالمصاحبة فقط، أم بالعظمة أم بالقدرة أم بالسلطان، وليس بأحسن يتحدهما أو يوحدهما بوحدانية طبيعية، فليكن محروما. فمن كل ما ذكر، ده اللي بيقول كده ابونا فيلوساوس، يتضح جليا أن القديس لم يرد بلفظة إبستاسيس طبيعة بل أقنوما. كان زمان في كتاب للسنكسار يسموه الصادق الأمين في أخبار القديسين، مش عارف في منكم لحق ولا ما تحطهوش جوت. كان كتاب السنكسار ممكن يسمى الصادق الأمين في أخبار القديسين. ففي نسخة قديمة الطبعة الأولى منها الكتاب الصادق الأمين، في حاشية الكتاب في أحد الحواشي بيقول إيه: المجمع المسكوني المجتمع من 200 أسقف بأفسس سنة 431 برئاسة القديس كيرلس الكبير، وأثبت في المسيح الواحد أقنوما واحدا من أقنومين وطبيعة واحدة من طبيعتين بعد الاتحاد، بدون اختلاط في الأقانيم والطبائع ولا امتزاج ولا استحالة ولا تغيير ولا انفصال. في كتاب مش قديم قوي يعني يعتبر حديث نسبيا، اتعمل في القرن العشرين، عمل واحد هندي أرثوذكسي، الكنيسة الأرثوذكسية، اسمه صامويل، بيقول مجمع خلق دنيا إعادة فحص، ومعمول باللغة الإنجليزية وترجم حديثا. يقول: واحدة من الأفكار التي قررها البطريرك ساويرس بكثرة في كتابه ضد النحوي هي أن ناسوت المسيح كان ناسوتا مخصخصا ومتفردا، ومن ثم فهو كإنسان كان إنسانا محددا. ده اقتبس أقوال من مين؟ من كتاب القديس ساويرس ضد النحوي. احنا شوية كده هجيب لكم بقى أقوال كتيرة بقى من الكتاب نفسه، مش واخدينها من اقتباسات من كتب، لا، من نفس الايه؟ كتاب ضد النحو. هقولها لكم دلوقتي بس يعني ايه اللي بنقوله ده مقدمة. في كتاب برضو إعادة فحص، مجمع خلق الدنيا عبد فاس، يقول: وليس الأمر أن هيبوستاسيسيين قد تكونا أولا ثم أتي معا بعد ذلك كهيبوستاسيس واحد، فهذا شيء معترض عليه بل وحتى غير ممكن، لأن اللذين تكونا في انفصال وانفرادية يبقيان اثنين، ولهذا فهو أي المسيح قد تكون مركبا بغير تغيير من الطبيعتين المختلفتين اللتين كل منهما ليست واحدة في الجوهر مع الأخرى. يعني هو بيقول إن مش الهيبوستاسيسين اتكونوا الأول وجم بعد ذلك بقوم هيبوستاسيس واحد، لا، ده الأقنوم الناسوتي يوجد في الاتحاد نفسه. وبرضو نفس المرجع في موقع آخر يقول: كل ده راجع للقديس ساويرس، أن هذا الجسد تكون وأتى إلى الوجود في الاتحاد ذاته
مع الكلمة الذي هو قبل الأزمنة وفي تزامنه معه، أي مع الكلمة، أخذ الجسد تفرده المحدد داخل الاتحاد وعلى هذا النحو، ومن الاثنين طبيعة واحدة وهيبوستاسس واحد من كليهما. ويقول أيضا كما أن اللاهوت دخل في الاتحاد من خلال الله الإب، فإن الناسوت صار في الاتحاد في حالة مخصخصة متفردة. ويذكر البطريرك ساويرس هذه النقطة مرارا وتكرارا، حيث يقول إن الله الكلمة هو هيبوستاسس واحد، وقد وحد بنفسه هيبوستاسيا، أي أقنوميا، جسدا خاصا واحدا له روح عاقلة ومفكرة. وهذا الجسد أخذه من مريم ولدة الإله السيئوتوكس. إذن الطبيعتان اللتان التقيتا في الاتحاد كانت هيبوستاسيين، أي في الحالة الأقنومية المخصخصة. هذا بالرغم من أن الناسوت أخذ الحالة الهيبوستاسية فقط في داخل الاتحاد، لأن في ناس لما يسمعوا من أقنومين، إيه ده؟ أنتوا زي نسطور بتقول كان في أقنومين؟ لا، نفس اللي بيتقال على الطبيعة بيتقال على الأقنوم. الطبيعة وجدت في الاتحاد في لحظة الاتحاد طبيعيا وأقنوميا، لكن اللاهوت لم يتحد بالطبيعة البشرية كلها على الإطلاق، ولكن طبيعة لها فرديتها. برضو بيقتبس من ضد النحوي. هذا الأمر أكده البطريرك ساويرس مرات عديدة، ونقدم هنا مثالا على ذلك، حيث قال: حينما نتأمل في الحقيقتين اللتين منهما تركب المسيح الواحد، سوف نرى في أذهاننا الطبيعتين اللتين التقيتا في الاتحاد غير المنقسم. أما بعد التفكير في الاتحاد فليس من الصواب أن نؤكد على طبيعتين، لأن الطبيعتين لم يأتيا إلى وجودهما المحدد داخل الاتحاد منفصلتين، ولكن تكون منهما معا الهيبوستاسس الواحد والطبيعة الواحدة لله الكلمة. قول آخر بالنسبة لعبارة اتحاد هيبوستاسي، أي أقنومي، فقد كانت في الحقيقة تهدف إلى المحافظة على مفهومين على الأقل. أولا، هي تؤكد أن الله الإبن وهو هيبوستاسس أزلي وحد بنفسه ناسوتا، على الرغم من أن الناسوت لم يكن في ذاته هيبوستاسس مستقل في مقابل هيبوستاسس الله الإبن، إلا أنه صار مخصخصا ومتفردا، وبالتالي تقبل حالته الهيبوستاسية في الاتحاد مع الله الإبن. ثانيا، عبارة الاتحاد الأقنومي تفيد هذه العبارة التأكيد على أن اتحاد الطبيعتين كانت داخليا وحقيقيا. قول آخر ويقول: ويؤكد الفكر اللاهوتي غير الخلقدوني أن اتحاد اللاهوت والناسوت في يسوع المسيح لم يكن اتحادا للطبيعتين في صورتهما العامة المجردة، ولكن اتحادا لله الإبن مع الناسوت الذي صار مخصخصا individuated في الاتحاد. وبالرغم من أن الناسوت لم يكن هيبوستاسس مستقلا في مقابل هيبوستاسس الله الإب، فقد صار الناسوت في الحالة الهيبوستاسية في الاتحاد. ومن هنا أصر كل من البطريرك ساويرس وتقريبا كل اللاهوتيين الآخرين المعترف بهم في الجانب غير الخلقدوني على أن الهيبوستاسس الواحد ليس بسيطا،
ولكنه مركبا، وكان هذا المفهوم الكيرلوسي. يعني أقنوم واحد لكن مش أقنوم بسيط، مركب، بس مركب من إيه؟ من أقنومين. إحنا لما هنيجي ندرس المرة الجاية، المرات الجاية يعني، هنلاقي الخلقدونين يقولوا أقنوم السيد المسيح أقنوم مركب من طبيعتين، لكن هو كأقنوم أقنوم بسيط مش مركب. شوفوا التعبيرات بتاخدها، هو كأقنوم بسيط، لكن احنا لا، كأقنوم مركب وطبيعة مركبة. ما يقولوش طبيعة مركبة، يجيبوا التركيب في الأقنوم ويقولوا عليه ايه، بحيث يبقى في تشابه لفظي. لما نقول يعني في موضع آخر برضو يقولوا هيبوستاسس يسوع المسيح الواحد ليس ببساطة هو هيبوستاسس الله الابن، هو مش اقنوم لاهوتي فقط، ولكنه هيبوستاسس الله الابن في حالته المتجسدة. ولذلك كتب البطريرك ساويرس في كتابه ضد النحوي ان الطبيعتين والهيبوستاسيسيين الذي منهما تركب المسيح قد أدرق في الاتحاد بلا أي اختزال وبلا أي تغيير، ولكن من غير الممكن أن نميز بروسوب لكل منهما، لأنهما لم يوجد في المسيح منفصلين سواء في تحديد معين أو في ثنائية، لأنه هيبوستاسس واحد من كليهما وبروسوب واحد على نحو موحد وطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. خلي بالكو كلمة البروسوبون تعني الشكل الخارجي والوجود القانوني، فالناسوت ما كانش في الحالة البروسوبونية خالص، ما كانش له وجود مستقل وكيان قائم بذاته موجود، وأبائنا بعدوا خالص عن كلمة الاتحاد البروسوبوني اللي كان بيقول بيه نسطور. لكن الاتحاد طبيعي أقنومي، ناسوت كامل لكن وجد في الاتحاد نفسه. وفي موضع آخر يقول، وما يجب أن نؤكد عليه هنا هو إصرار البطريرك ساويرس الأنطاكي على أن كلمة فيسس أو طبيعة عند القديس كيرلس أن تؤخذ في جميع العبارات التي تشير للمسيح بمعنى حقيقة محددة وليس بمعنى الحقيقة العامة المجردة. ومن الثابت أن القديس كيرلس واللاهوتيين غير الخلقدونيين، وكذلك يوحنا الدمشقي اللي هو الخلقدوني نفسه كانوا يرفضون فكرة أن ناسوت المسيح أحضر للوجود منتميا إلى شخص بشري قبل أن يوحد الله الإبن. مفيش خلاف في دي لا بيننا ولا بينهم، أن المسيح ناسوته ما جاش للوجود بشخص يعني له وجوده ومش منظور ومتشاف قبل أن يوحد بالله الإبن، ولكن البطريرك ساويرس كان يصر على أن الناسوت الذي اتخذوا الكلمة في التجسد كان في الحالة الأقنومية، أي أنه كان ناسوتا مخصخصا ومتفردا. وبهذا التأكيد حفظ البطريرك ساويرس الحالة الأقنومية للناسوت بدون الوقوع في عقيدة وجود شخصين في المسيح. في موضع آخر، القول بأن الناسوت كان في الحالة الأقنومية لا يعني أنه كان أقنوما مستقلا
أضيف إلى أقنوم الكلمة، وإنما يعني أن النسوت أوجد في التجسد مخصخصا ومتفردا وليس بالمعنى العام المجرد. إن ببساطة كده السيد المسيح له المجد نسوتيا كان له خصوصيته وفرديته أو أقنوميته، صفاته الأقنومية، زي ما احنا قلنا احنا بناخد أقنوميتنا اللي بتفردنا وتفرقنا عن الآخرين. أبونا لونه مختلف، طوله مختلف، شكله مختلف، وزنه مختلف، فكره مختلف، سلوكه مختلف عن أبونا اللي جنبه. التلاميذ نقدر نميز بطرس عن يوحنا عن فيلبس عن بارسولوماوس، كل واحد له صفاته الأقنومية اللي تميزهم. فربنا يسوع المسيح كان مميز ناسوتيا، اللي هو ما اتحدش بالطبيعة البشرية كلها، وإلا كان البشر كلهم ودي اللي جاي منها فكرة التأله برضو، خلي بالكو يعني الحاجات دي أما ندخل شوية هتبان أكتر. وفي موضع آخر كان البطريرك ساويرس يستطيع أن يعترف ليس فقط أن ناسوت المسيح كان واقعا خاصا محددا، ولكنه أيضا كان في الحالة الأقنومية هيبوستاتيك. وقد تجنب البطريرك ساويرس كما ذكرنا عقيدة وجود شخصين في المسيح، أولا بالإصرار على أن الناسوت أصبح في الحالة الأقنومية فقط في الاتحاد مع الله الكلمة، وثانيا من خلال مفهومي عن البوهيبوستاسس المركب، عشان ما نتأولش، محدش يأول. عشان كده حكموا على القديس ساويرس انه اطاخي ونسطوري في نفس الوقت. لما قال اقنوم من اقنومين، ده نسطوري، ازاي يقول من اقنومين؟ ده المسيح اقنوم واحد. طب طبيعة من طبيعتين، ده أطاخي، إزاي يقول طبيعة واحدة؟ ما بيقول من طبيعتين، لا هو طبيعة واحدة. واتضح مين اللي أطاخي ونسطوري؟ قول آخر يقول ولكن القضية كانت في التساؤل عن من يكون هيبوستاسس المسيح الوعد. وقد حاول النحوي أن يؤكد أن الهيبوستاسس الواحد كان هيبوستاسس الله الكلمة الذي بالإضافة لطبعته الإلهية وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة ثانية. خلي بالكوا الحتة دي هناخدها المرات الجاية، المرة الجاية، بس هي جاية في السكة كده المرة دي. أما البطريرك ساويرس على الناحية الأخرى فكان يصر على أنه أي الهيبوستاسس الواحد كان هو الهيبوستاسس المتجسد لله الكلمة، وهو بذلك كان هيبوستاسيا مركبا كومبوزيت. وكما رأينا كان الهيبوستاسس المركب عند البطريرك ساويرس يعامل نفس معاملة الطبيعة المركبة، وهو يعني كيانا متفرد مخصخصا تكون نتيجة الوجود المتزامن لاثنين من الأسية معا. وفي تواجد هما المتزامن يكون لكل واحد من الاثنين أسية حقيقته الأقنومية في الهيبوستاسس المركب. وعلى سبيل المثال فإنه في يسوع المسيح وحد لاهوت الكلمة الذي هو هيبوستاسس أزلي بنفسه ناسوتا أصبح واقعا أقنوميا في اتحاده مع هيبوستاسس الله الكلمة. يعني وحد الهيبوستاسس اللاهوتي مع الناسوتي. أما البطريرك ساويرس فقد كان يرى مثل القديس كيرولوس أن المسيح هو هيبوستاسس مركب، لأنه تكون من اتحاد هيبوستاسس الله الكلمة مع الناسوت وهو في الحالة الهيبوستاسية، ومن هذا هو هيبوستاسس مركب. قول آخر يقول القديس ساويرس لأنه في تأكيدي على الحقيقة الأقنومية لناسوت المسيح لم يكن يقر
أن هناك مركزين للوجود والفعل في المسيح الواحد كما يفعل الأنطاقيون، حيث أصر على أن الناسوت أصبح في الحالة الأقنومية فقط في الاتحاد مع الله الكلمة، كما أكد كذلك على أن المسيح هو هيبوستاسيس واحد مركب. وأيضا كما أصر القديس ساويرس على أن الناسوت قد اتخذه الكلمة في التجسد كان في الحالة الأقنومية، أي أنه كان ناسوتا مخصخصا ومتفردا. شوفوا التأكيدات قد إيه. شايفين الكم التأكيدات اللي جايبينه ده؟ نماذج برضو، ما جبناش كل حاجة. يقول في يسوع المسيح وحد هيبوستاسس الكلمة الذي هو هيبوستاسس أزلي بنفسه ناسوتا، أصبح واقعا هيبوستاسيا في اتحاده مع هيبوستاسس الله الكلمة. وهيبوستاسس يسوع المسيح الواحد ليس ببساطة هو هيبوستاسس الله الإب، ولكن هو هيبوستاسس الله الإبن في حالته المتجسدة. ولذلك كتب ساويرس في كتابه ضد النحوي إن الطبيعتين والهيبوستاسيين اللذين تركب منهما المسيح قد أدرك في الاتحاد بلا أي اختزال وبلا أي تغيير. ولكن من غير الممكن أن نميز برسوبنا لكل منهما، لأنهما لم يوجدا في المسيح منفصلين سواء في تحديد معين أو في ثنائية، لأنه هو هيبوستاسيس واحد من كليهما وبرسوب واحد على نحو موحد وطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. هنرجع بقى لأبونا فيلوساس إبراهيم في كتاب نفح العبير ردا على شرح البشير. الكتاب ده له حكاية طريفة معايا يعني لما تعرفت عليه الحقيقة. الأم عن الطبيعة البشرية غير مستقلة عن أقنوم مولانا بل قائمة به كجزئه، فصحيح ولو كنا نتوهم استقلالها بنفسها لكنا اعتبرنا مولانا طبيعتين، إلا أن ذلك لا يترتب عليه أن الطبيعة المشار إليها غير مقنمة، لأن عدم استقلالها ليس هو إلا كونها لم تقم بأقنوميتها منفصلة عن أقنوم الكلمة، كما كان بهزر نصور يرى أن المسيح أقنومان، إذ لم توجد في عالم الوجود لمحة ولا طرفة عين قائمة بأقنوميتها مستقلة مجردة عن لاهوت الكلمة، بل من أول أحوال إبداعها بسر الكلمة وجدت متحدة معه الاتحاد الذاتي. وهذا كما أنه لا يعدم كونها جوهرا حقيقيا خاصا لا يعدم كونها أيضا ذات أقنومية. مش معنى أنها وجدت في الاتحاد يعني وجدت من غير أقنوم، لا، وجدت بأقنوميتها. وما قاله الأب الراهب ده نفح العبير برضو، وما قاله الرب من حيثية أن مولانا أقنوم من أقنومين. حكاية الأب الراهب ده ليها حكاية أقولها لكم برضو في الآخر بعد ما نخلص. ده أبونا فيلوساس بيشرح بيقول وما قاله الأب الراهب من حيثية أن مولانا أقنوم من أقنومين، ليس المقصود به أن الناسوت الشريف وجد بأقنومه قبل الاتحاد مستقلا بأقنوميته وشخصيته لمحة من الزمن أو طرفة عين مجردا عن الاتحاد الإلهي ثم اتحد فيما بعد باللاهوت الأقدس، حاشا وكلا، لأنه تعالى لم يتنازل إلى العالم لكي يصطحب مع إنسان ما، بل ليصير إنسان بغير استحالة كما يشهد النص المقدس والكلمة صار جسدا. وده الكلام ده قاله القديس كورولوس، الكلمة لم يتخذ شخصا من البشر ولكنه صار، أو لم يتخذ إنسان لكنه صار إنسانا،
يعني ما كانش الإنسان متكون وبعد كده اتحد بيه، لا ده هو صار في الاتحاد، عشان كده لم يكن للناسوت وقود مستقل وبعدين اتحد بيه اللاهوت، لم يتخذ شخصا ولكنه صار ايه انسانا. يعني في مخطوط برضو اسمه كتاب مجموع اصول الدين لابن العسال، دي مخطوطات الاديره، دي مخطوط ده من دير الانبا بشوي. الى المسيح جوهر واحد من جوهرين، واقنوم واحد من اقنومين، طبيعه واحده من طبيعتين، ومشيئه واحده من مشيئتين، والملكيه قالوا المسيح اقنوم واحد وطبيعتان. يقصد مين بالملكيه؟ الخالق دنيين طبعا، دي هناخدها المره الجايه بقى. ويقول ايضا قالت اليعقوبيه، يقصد مين باليعقوبيه؟ نعم احنا، لان كانوا بيقولوا علينا اليعقبة. يعني قالت اليعقوبية لما كان الانجيل يخبر بمسيح واحد ورب واحد وابن واحد، ووجدناه موجودا واحدا واحد بلاهوتي وناسوتي، قلنا انه اقنوم واحد من اقنومين وطبع واحد من طبيعتين، وهو مسيح واحد ومشيئة واحدة وارادة واحدة، ولم يتغير لاهوته ولا ناسوته. في بقى مخطوط تفنيد الهرطقات من مخطوطات دير السريان العامر، يقول ايه؟ ولكن من اجل الالفاظ في الاتحاد اختلفوا ونازعوا بعضهم بعض، فمنهم من اعتقد طبيعة واحدة واقنوم واحد. مين اللي قال طبيعة واحدة واقنوم واحد؟ اللي هم الأرثوذكس، بيقول اليعقبة والسريان والقبط والحبش والنوب والأرمن. ومنهم اعتقدوا بها غير طبيعية وغير حقيقة أقنومية بل برسوبية، يعني مش باتحاد طبيعي ولا اتحاد أقنومي ولكن برسوبوني، اللي هو مين؟ النصاطرة. النصور كان يقول الاتحاد اتحاد برسوبوني يعني. ومنهم من أخذ طريقه وقالوا إن الاتحاد أقنومي وليس طبيعي، وهم اليونان والروم الملكية والموارنة السريان وما إليهم، إن قالوا يعني أقنوم في طبعتين. في مرجع آخر الخريستولوجية الأرثوذكسية الأب بيتر يقول ساويرس قادر بصورة طبيعية تماما أن يجذب انتباهنا إلى الأقنومين اللذين يتكون منهما المسيح، فيقول وإذ نتبع هذه الكلمات الملهمة من الله والتي قالها الآباء القديسون ومعترفين بربنا يسوع المسيح أنه من طبيعتين، وذلك فيما يخص الأقنومين المتمايزين نفسيهما اللذين يتكون منهما عمانوئيل والرابطة الطبيعية التي بينهما، ولا نذهب إلى عموميات وجواهر التي هي العامة الطبيعة الإلهية وعامة الطبيعة الإنسانية. يعني لما بنقول اتحاد أقنومي بيخلينا نفهم إن الطبقة خاصة مش العموميات، من غير ما نقول الأقنومية كأن الاتحاد ده اتحاد إيه؟ عمومي. لأنه من الجلي أن عامة الإلوهة ترى في الثالوث، وعامة الإنسانية تجذب الذهن إلى الجنس البشري كله. وطبعا ده كلام مش واقعي ومش مظبوط. ويقول أيضا الاتحاد بين أقنوم إلهي حقيقي قائم بذاته بأقنوم بشري حقيقي غير قائم بذاته. يعني ايه؟ يعني ما توجدش بذاته لكن وجد في الاتحاد. اقنوم الله كان موجود بذاته قائم، لكن اقنوم الناسوت وجد متحد في حالة الاتحاد. في قول حلو قوي لابونا فيلوساس ابراهيم من كتاب نفح العبير ردا على شرح البشير،
بيقول قال القديس كورولوس: لأن الكلمة وإن حل فينا فإنه لم يحل فيه، كما يقال إنه يحل في القديسين، بل حل متحدا بحسب الطبيعة. وقال أيضا إن كلمة الآب صار جسدا، أي أن الكلمة اتحد بالجسد بحسب الأقنوم. شوفوا بقى بيعلق بيقول إيه. ففي الجملة الأولى يقرر متحدا حسب الطبيعة، وفي الجملة الثانية اتحد بحسب الأقنوم. دي بيستشهد بالقديس كيرلس عمود الدين لما قال حسب الطبيعة، اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. في كتاب مصباح الظلمة لإيضاح الخدمة لابن قبر، تسمعوا عنه ده؟ طبعا. طب كويس. فصل في مع الاتحاد المعتقد، يقول: وظهر منهما مسيحا واحدا، ابنا واحدا، قنوما واحدا، متقوما من اقنومين، يعني حقيقة واحدة متقومة من حقيقتين، إحداهما حقيقة الإبن الأزلي المولود من الآب قبل كل الدهور، والأخرى حقيقة الإنسان الزمني ذي الجسد المأخوذ من مريم العذراء بغير زرع المولود منها الولادة الزمنية. فهو ابن واحد، مسيح واحد، طبيعة واحدة، مشيئة واحدة، بعد الاتحاد الحاصل منذ تكون حال البشارة جنينا في البطن من غير افتراق في حال الحمل والولادة والنشو والصلب والموت والقيامة والصعود إلى السماء، ولا امتزاج ولا اختلاط، بل اتحادا يفوق العقل البشري إدراك كيفيته والإحاطة بماهيته. في كتاب برضو مصباح الظلمة يقول لي: ينظروا في مقالة ديسكوروس بطريرك الإسكندرية، لأنه كان يقول أن المسيح جوهر من جوهرين، أقنوم من أقنومين، طبيعة من طبيعتين، ومشيئة من مشيئتين. وفي موضع آخر في نفس الكتاب في مصباح الظلمة جايب اقتباس من كتاب آخر، في احيانا مراجع ممكن تبقى مفقودة او مش قدامنا، لكن بنطلع عليها من خلال اقتباسات لمراجع اخرى قديمة. فبيقول ايه في مصباح الظلمة؟ يقول: الانبا ميخائيل مطران دمياط كان اسقفا ايام البطريرك 73 مرقس الثالث ابن زرعة من 1166 ل 1189. في كتاب سماه البغية لمن طلب لنفسه الخلاص والنجاة يوم القصاص، ويشتمل الكتاب ده على 5 أبواب تتضمن 24 فصلا. الباب الأول في تجسد الإله الكلمة وأنه أقنوم واحد وطبيعة واحدة. في الباب الثاني في تحديد الجسد الذي تجسد به أقنوم كلمة الله وفصوله 4. ألف جايب ألف وب وجيم، بس احنا هنا جايب بس يعني الما يخصنا. يعني ألف في أن الجسد أقنوم له طبيعة، فأن الجسد يعني الناسوت أقنوم له إيه؟ طبيعة. أيضا من كتاب نفح العبير يقول: إن المسيح له المجد، طبيعة واحدة بالاتحاد الطبيعي، كما أنه أقنوم واحد بالاتحاد الأقنومي. القديس ساويرس في كتاب أجنبي اسمه مونوفوزايت كريستولوجي جايب عن القديس ساويرس يقول: وقال
one compound person one compound nature وأقنوم واحد مركب وطبيعة واحدة إيه؟ مركبة. أقنوم واحد مركب من أقنومين وطبيعة واحدة مركبة من طبيعتين. في إحدى برضو رسائل القديس ساويرس بيقول إيه؟ بيقول إن قوة عدم الامتزاج والاتحاد الأولي حفظ هؤلاء الذين اتحدوا بعيدا عن التشويش وجعل منهما الاثنين أن يوجد في أقنوم واحد وشخص واحد وطبيعة واحدة للكلمة المتجسد. هندخل بقى في كتاب ضد النحو نفسه، هناخد منه مباشرة، مش هناخد اقتباسات من حد. ركزوا معايا بقى شوية. لما ندرس خلي بالكو فكرة أبائنا وكتاباتهم نلاقي الموضوع إيه؟ بسيط وسهل ومفهوم، لأن ماشي مع المنطق والعقل، فتلاقيه قبوله بسلاسة، مش ملوي كده، أو يعني مش حد بيلوي حاجة عشان يوفقها أو يأيفها، لا كلام واضح ومنور كده لوحده. من كتاب ضد النحوي الحديث الثاني الفصل الرابع بالرغم أن الكلمة اتحد في اتحاد حقيقي بالبشرية فإن الأقانيم بقيت دون اختلاط، ومع ذلك فإنها لا تشير إلى شخصين لأنها اتحدت في وحدة حقيقية حيث لا توجد في خاصية الوجود. ما كانش بروسوبنين يعني، هو واحد بس. ولكن بعد معرفة الاتحاد سوف يجد أن الذي نتج منها هو أقنوم واحد وطبيعة واحدة متجسدة للكلمة وليس أقنومين أو طبيعتين أو شخصين. ولو قبلنا في الواقع الثنائية فإنه سوف يتبع ذلك بالطبيعة أن الكل سوف يكون اثنين. لو قلنا طبيعتين يبقى لازم نقول أقنومين، لازم نقول إيه؟ شخصين أو برسوبنين أو كل حاجة بقى هتبقى اثنين. في الفصل السبعتاشر يقول ثم أن المسيح أظهر كأقنوم ضمن الأقانيم الموجودة في جوهر الألوهية اللي هو أقنوم الكلمة، ولكن ليس مثل كل الألوهية، يعني مش الثالوث القدوس كله وكل الجوهر الذي يحوي الأقانيم الثلاثة. وبما أنه أقنوم متجسد ولكن ليس كل جوهر البشرية الذي يحوي كل الأقانيم، ولكن خد إيه؟ إن المسيح لم يتحد بكل البشرية وكل الجوهر والجنس البشري الذي نشارك فيه. شوفوا التعبير عن نفس الفكرة بأشكال كثيرة لا تحتمل اللبس ولا التأويل، يعني قلبوها من كل ناحية. برضو في الفصل الحادي والعشرين يقول إذن فيما يتعلق بالاتحاد الأقنومي والاتحاد الطبيعي، الكلام ده كله القديس ساويرس فقط. إذن نفهم فكرة أنه تجسد واتحد بجسد الذي بطبيعته الخاصة يمكن أن يحبل به، وأنه هو نفسه حبل به خلال الفطرة الطبيعية للحمل. هو الذي ولد بحسب الجسد، وفي الواقع أن الكلمة صار جسدا في كلمة الله نفسه بحسب طبيعة جسدي تجعلنا نفهم أن الجسد تكون وشيئا فشيئا بلغ النمو وإلى الهيئة البشرية ولم يأتي إطلاقا إلى الوجود خارجا عن الاتحاد. وده اللي بيأكد عليه الآباء دايما أن الناسوت لم يكن له وجود خارج الاتحاد. وهذا ما علمه في كتابه عن الألوهية أسقف الإسكندرية القديس والشهيد بطرس. خلي بالكو بابوات الإسكندرية اللي قدام ممكن
أقوالهم فقدت، فأحيانا بناخدها من خلال الاقتباسات للآباء القدامى برضو زي القديس ساويرس في كتابه ضد النحوي، في اقتباسات من آباء قبله كتاباتهم مفقودة لكن مش موجود بنستفيد بيها من خلال كتابه هو. في الفصل 22 لا نفهم أن هاتين الطبيعتين تكونان جوهرين بحسب المعنى المشترك لللفظ، اللتين مفهومتان من أقانيم متعددة، يعني مش طبقة عامة، لكي نجد بحسب حماقة وقاحتك أن الثالوث الأقدس قد تجسد في كل البشرية ولكن في أقنوم واحد لكلمة الله، الذين ليسوا منفصلين إلا بواسطة التأمل، وأقنوم للجسد مزود بعقل مأخوذ من العذراء أم الله، ومفهوم بالتكوين دون تغيير، واللتين بقيتا كما كانتا ولكن ليس بحسب جوهرهما الخاص كما سبق أن قلنا مرارا، وفي ثنائية الطبيعتين ولكن بالاتحاد في واحد، طبيعة واحدة وأقنوم واحد متجسد في شخص واحد. أيضا ضد النحوي القديس ساويرس قل في اتحاد أقنومي طبيعي، ومنها يظهر أن المسيح واحد وحيد دون امتزاج، وهذا بما أنه من اثنين متحدين تنتج طبيعة وأقنوم متجسد للكلمة في أقنوم واحد ناتج من أقنومين وفي طبيعة متجسدة للكلمة نفسه. أعلن لنا إذن، لأننا سوف نسألك مرة أخرى، هو بيخاطب النحوي بقى كان يعني، كيف ينبغي علينا أن نفهم أقنوم الكلمة كجوهر بحسب المعنى المشترك، ولكن كيف نفهم أيضا أنه جسد مزود بروح ونفس اتحد به الكلمة أقنوميا وجوهر من جديد حسب المعنى المشترك؟ لأن النحو كان يقول طبيعة عامة أو جوهر عام يعني. وهذا ما جعل القديس كورولوس وهو يهاجم تناولك الخاص للكلمات كاتبا إلى نستوريوس في الفصل الثالث من الحرمان، حيث يتناسب ذلك مع الكلام بوضوح، فقد كتب: إذا كان أحد يفصل في المسيح الأقانيم بعد الاتحاد موحدا إياهم في اتحاد بحسب الكرامة أو السلطة وليس بالأحرى بالاجتماع الذي هو في قانون اتحاد طبيعي، فليكن هذا الشخص محروما. شوف حتى فهم أبائنا القديس كيرلس وكتاباته تلاقوا فهم واحد مش مؤول. بيقول له: أين إذن وجدت القديس كيرلس قائلا لقد فهمت أو قلت أقانيم للجواهر؟ لهذا فإنني لن أضايقك من جديد حتى أضع بطريقة جازمة حرمانا لتوبيخ ثرثرتك الوقحة. فالقديس كيرلس يعني هو بيستشهد له بالقديس كيرلس وبيعيد تاني: إذا فصل أحد في المسيح الواحد أقانيم بعد الاتحاد متحدا إياها أو موحدا إياها بالاجتماع الفريد بحسب الكرامة أو السلطة وليس بالأحرى بالاجتماع بحسب الاتحاد الطبيعي، فليكن محروما. أمال إيه اللي حصل؟ أقنوما صادرا من الثالوث وليس الثالوث، لأنه متحد أقنوميا بجسد مولود من مريم أم الله ومزود بنفس وروح، وليس كل الجوهر وكل النوع البشري، وليس للجواهر بالمعنى العام المشترك كما نقول إنه عمل لنفسه اتحادا طبيعيا، يوجد بالطبع طبيعة وأقنوم متجسد للكلمة. إن المسيح مكون طبيعيا من طبيعتين وأقنومين،
بتسابق يفوق العقل وبدون امتزاج، لأن الجسد المزود عقليا يوجد في الاتحاد نفسه للكلمة، والاتحاد لا يسمح بعد فكرة الاتحاد غير القابل للقسمة اللائق جدا بالله والفائق بكل عقل بقسمة إلى اثنين. الاتحاد لا يسمح، كلمة اتحاد الكلمة نفسها تغلق ولا تسمح بالاثنينية على الإطلاق، وإلا بطل الاتحاد. وأيضا القديس ساويرس في كتابه ضد النحوي، الحاجات دي كان أول مرة تنشر أو تقروها بالصورة دهيت، يعني إننا نستطيع أن نظهر أيضا بصراحة ووضوح تام بأقوال القديس كورولوس نفسها التي طلبها من نستوريوس، أن يعترف باتحاد الطبائع بقدر اتحاد الأقانيم، كما أنه معمول باتحاد من الجسد الوحيد المتحد أقنوميا بالكلمة وليس من جواهر بحسب المعنى المشترك. لقد كتب في الواقع في المجلد الثاني ضد تجاديف النجس نستوريوس: ولكن حقا أيها المخترع لعبادة جديدة، بالرغم من أنه يقول بغش أن المسيح واحد، فأنه يفصل دائما الطبائع ويجعل كل منها بانفصال، مؤكدا أنه ليس متحدين حقا فيما بينهم، متعللا بالخطايا كما هو مكتوب أنه يتخيل نوعا من الاتحاد بحسب مساواة الكرامة فقط، ولكن باتحاد فائق ويفوق تفكيرنا، وهكذا واحد مدرك. كل ما قيل يليق به، وكل ما قيل منهما شخص واحد بالطبع، طبيعة واحدة مدركة بعد الاتحاد، الطبيعة المتجسدة للكلمة. إنه يوبخ نستوريوس لأنه لا يقول إن الطبائع التي يفصلها مجتمع باتحاد حقيقي. ماذا يقول أيضا في الواقع؟ قديس كورولوس بيرد مؤكدا أنهم لم يجتمعوا حقا فيما بينهم، ويبين في الحال أن نستوريوس حينما يفصل هذه الطبائع ولا يوحدها إلا بالكرامة، فإنه يجعل هؤلاء الأشخاص منفصلة بانقسام، وأن كل منهم يوجد بذاته، ولكن هو نفسه حينما لا يعتبرها متحدة بطريقة فائقة وفوق كل تفكير، وهي كائنة بالتكوين وبلا انفصال في ثنائية. لقد عرف شخصا واحدا وطبيعة واحدة للكلمة المتجسد، ولم يقل: ولكنني أفهم الطبائع كجواهر بحسب المعنى المشترك. بيركز على الاتحاد الطبيعي والأقنومي، مش اتحاد الطبيعة بصورة ايه عامة بكل الأقانيم، سواء الطبيعة اللاهوتية أو الطبيعة البشرية. ده كله بنقوله في سياق حديثنا اليوم عن الاتحاد الأقنومي. وأيضا القديس ساويرس يجب أيضا اعتبار كيف أنه يطلب بإلحاح اتحادا حقيقيا لكي يعترف به أيضا المجدف. لقد كتب كيرولوس إن هذا ليس لديه شيء آخر في رأسه، ويعاني من وقاحة تفوق الحد، مقسما المسيح إلى شخصين وإلى أقنومين مختلفين تماما، وينسب إلى كل واحدة فيما بينهما لغة تناسبه في ذاته. ويقول أيضا أن الرب يسوع هو واحد بكونه إنسان مرتبطا بالله بحسب الكرامة الوحيدة، وليس بحسب اتحاد حقيقي أي اتحاد طبيعي. كيف أن المسيح الإبن والرب هو واحد؟ إن كان يناسب الاثنين كما تقول أن يكون معينين، وأن يكون حقا حيث أن أقانيم ليسوا متحدين بحسب اتحاد، ولكن فقط بحسب الكرامة أو القوة أو السلطان. خلي بالكوا برضو في سياق كلامنا، وهو بيستشهد بالقديس كورولوس، كل خلاف البابا كيرلس
معنى السور مركز على الاتحاد في خلق دنيا. بدأوا يتكلموا على المصطلحات عشان يحاولوا يوفقوا، وفي نفس المجلد أيضا مع الاعتراف بالطبائع التي كون منها عمانوئيل ليس كما في جوهر بحسب المعنى العام، ولكن كما في أقانيم، وأيضا بتسميتها أحيانا أقانيم، وهي ظاهرة في اتحاد طبيعي حقيقي وتنتج من الاثنين طبيعة وأقنوم للابن المتجسد والمتأنس. ويكتب كف عن قسمة الطبائع بعد الاتحاد: إنني أقول في الواقع أنه شيء وآخر أن نعترف بالطبيعة الإلهية والبشرية، ما هو مناسب وضروري للأشخاص النبيين أنها مختلفة فيما بينها باختلافات يصعب تقديرها، ولكن فيما يخص المسيح مخلصنا إنك تقبل اتحادا أقنوميا حقيقيا، وهكذا أرفض القسمة. في الواقع سوف تعترف أن الإبن والرب والمسيح هو واحد. ومن جديد فيما بعد كان يجب إذن إن كان إنسانا حكيما وعاقلا فأنه سوف يقول أن هذا الجسد ولد من امرأة، وسوف يعترف بأن هذا الجسد المتحد باتحاد أقنومي بالكلمة أصبح المسيح الواحد والإبن والرب. كيف لمن هو من الأقانيم نفسها أن نصريوس بقسمته إياه يحول إلى شخصين؟ ويعلن القديس كورولوس أننا إذا فهمنا أنها متحدة بنفس طريقة اتحاد روح الإنسان بجسده الخاص رغم أن طبيعتهما مختلفتان، حينئذ يمكنه أن يعمل لنفس ما نسميه شخصا كاملا ناتجا عن اثنين وطبيعة متجسدة للكلمة نفسه. وفي موضع آخر: من أجل هذا فقد برهن بوضوح لكل هؤلاء بأنه قد صار اتحاد طبيعي للأقانيم الخاصة، ليكن أقنوم كلمة الله ومن جسد مولود من العذراء أم الله المزود بنفس، ولكن ليس من جواهر بحسب المعنى العام والتي تتضمن أقانيم عديدة. شوفوا التكرار قد إيه، عشان هتشوفوا في المرات الجاية لما نيجي نتكلم على الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي في المفهوم الخلقدوني حاجة مختلفة تماما. أيضا: ونحن جميعا أبناء الأرثوذكسية نقول أن المسيح واحد من طبيعتين كما من أقنومين وجوهرين، نتج اتحاد طبيعي حقيقي وسامي، وأيضا عمانوئيل الذي نتج من الاتحاد هو من اثنين رب ومسيح وابن أقنوم وشخص وطبيعة متجسدة من كلمة الله ومتأنس تماما، وليس في طبيعتين وأقنومين ولا في جوهرين ولا في شخصين، لأنه ليس هناك ربين وابنين ومسيحين، لسبب أن هذه الجواهر والطبائع والأقانيم لا توجد في كيان خاص بانفصال وانفراد، ولكنهم معروفون بتكوين دون عيب ودون امتزاج، وأنه من اثنين تنتج طبيعة واحدة وأقنوم واحد متجسد للكلمة. بعد فكرة الاتحاد يختفي انفصال الثنائية. هو الوحيد الذي من اثنين شخص وأقنوم وطبيعة متجسدة لكلمة الله. قل: فلهذا فإننا لا ننكر الأشياء التي منها المسيح واحد وحيد، ولكننا لا نسمح بأن يقال اثنين بعد الاتحاد، كما بصوت القديس كيرلس واللاهوتيين المماثلين له، فإننا سوف نعلم أن الاتحاد الأقنومي يهدم الثنائية، كما بالعكس فإن الثنائية هي قطع الاتحاد. ولهذا إذن نعترف بأن المسيح هو من طبيعتين، ولكننا لا نقول أنه طبيعتان، ونقول أنه من جوهرين
أي من أقنومين لكلمة الله وجسد مزود بنفس عاقلة اللذين اتحدا برابطة اتحاد طبيعي، ولكننا لا نقول أنه أقنومان ولا شخصان. يستشهد بالقديس كورولوس بيقول حقا إننا نؤمن أنه توجد طبيعة للابن كوحيدة بالحقيقة متأنسة ومتجسدة، لكن من جديد مشابه لنا على مثال البشر، بحيث أن هاتين الطبعتين لا تصبحان اثنين لكن كائن واحد حي. ولهذا فإننا لا ننكر الأشياء التي منها المسيح واحد وحيد، ولكننا لا نسمح بأن يقال اثنين بعد الاتحاد. بيكرر كتير الاتحاد الأقنومي يهدم الثنائية، يقول لأنه بعد فكرة الاتحاد ابطلت القسمة إلى اثنين، بما أن هذا الاتحاد قد صار في الطبيعة وأقنوم الكلمة المتجسد، سوف يرى واحدا من الأقنومين وطبيعة متجسدة للكلمة وليس طبيعتين بعد الاتحاد. القديس كورولوس قائلا فإنه بعد الاتحاد نقول أن المسيح هو من طبيعتين وأقنومين متحدين. ويقول أيضا في الفصل 32 بعد التفكير على الاتحاد فإن كل ما شوهد في اثنين في الأفكار السامية ليس بعد اثنين، ولكن نراهما ملتحمين في أقنوم واحد وفي طبيعة واحدة متجسدة للكلمة. لهذا السبب أنت الذي تقول طبيعتين بعد الاتحاد حتى لو دعوتها ما متفردتين ومتحدتين. اسمع القديس كورولوس الذي يقول أن العبارة تتناقض من جديد على الأقل مع الذين يقولون طبيعة واحدة متجسدة للإب. لو قالوا طبيعتين بعد الاتحاد حتى لو قالوا متحدتين، ممكن يقولك طبيعتين متحدتين، تتناقض تماما مع القول بطبيعة واحدة. في إحدى رسائل القديس ساويرس لو أنه في الحقيقة هناك أقنوم واحد سوف يكون هناك أيضا طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، وإذا كانت هناك طبيعتين فسوف يكون هناك بالضرورة أقنومين وشخصين، شيء طبيعي. برضو ماري أغناطيوس يعقوب في كتابه تاريخ الكنيسة السريانية يقول اعتقدت الكنيسة بطبيعة واحدة من طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد العجيب بدون اختلاط أو امتزاج أو استحالة، وبأقنوم واحد مركب من أقنومين. برضو القديس ساويرس يقول من هنا نفهم الربط دائما بين كلمة طبيعة وكلمة أقنوم، فإنه حينما يتحدث عن طبيعة مفردة فهذا يحتم أن يكون لها أقنوم، وبذلك يفهم ضمنا أنها ذو أقنوم والعكس. زي ما قلنا ممكن نقول طبيعة واحدة وأقنوم واحد، أو واحدة بتعني بالضرورة أن طالما طبيعة واحدة يبقى أقنوم واحد، مش أو و. في كتاب الخريستولوجية الأرثوذكسية يقول ومن أقنوم الله الكلمة تم الاتحاد الذي لا يوصف، لأن كامل الطبيعة الإلهية وكامل الطبيعة الإنسانية لم يرتبط في اتحاد طبيعي بشكل عمومي بل في أقانيم خاصة. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للاتحاد الأقنومي. لو في أي سؤال ممكن تبعته.